وسيله، بس وسيله مهمه ووسيله كبيره. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز احمد كوان مرئيس القناه النادي الاهلي اللي موجود في مقر النادي الاهلي بالجزيره بيتابع تدريبات الفريق النهارده. يا احمد مساء الفل عليك. مساء السعادة عليك امير، ومساء السعادة على استاذنا الاستاذ علاء عزت وكل مشاهدي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا يا احمد على استعدادات فريق النادي الاهلي للمباراه بعد غد ان شاء الله امام فريق وفاق ستيف، اكيد استعدادات قويه، قول لنا المباراه النهارده كان عباره عن ايه؟ خليني ابدا معاك في البدايه كالعاده انت فاهم، قبل اي تدريب النادي الاهلي بيسبقه اجتماع خاص بالاداره الفنيه باللاعبين من اجل يعني حث اللاعبين على دورهم الكبير والثقه الكبيره اللي وصلت النادي الاهلي، وبقى ضغط في جماهير يا امير الفتره اللي فاتت الاهلي بقى يلعب نتيجه واداء، فخلاص بقى مطالب منه ان كل مباراه ينزل يشارك بشكل مش على بس على النتيجه لا كمان على الاداء، ان الجمهور خلاص بقى منتظر منك كل مره انك تكسب اربعه. بس في المرحله دي احنا عايزين نتيجه اهم حاجه يا احمد طبعا. بالتاكيد خلينا نروح معاك للتمرين، بدا مرام خفيف جدا من اللعيبه الاساسيين طبعا والمقيدين افريقيا، ومعاه كام فصل تمرين لجوتين، بدا تمرين تخصصي للعيبه اللي هتشارك المقيدين بشكل رسمي في القائمه الافريقيه، وبعض اللاعبين الاخرين تمرينات نوعيه خفيفه تزداد على المباراه على المرمى كروسات عرضيه، لكن خلينا نبدا معاك على اللاعبين طبعا حابين نطمن عليهم الاصابات. الاصابات طمني على الاصابات، اهم شيء عندنا في ميدو جابر سعد سمير عمرو السولية في اكتر من لاعب مصاب، قول لنا حاله المصابين ومين اقرب يا احمد ان هو يشارك في المباراه ان شاء الله. بالتاكيد يا امير عندنا جمله اصابات، يعني مباراه الاهلي بيواجه الفترات الاخيره شاكك في هذه النقطه بالتاكيد، لكن هي قدر. هبدا معاك من سعد سمير، كان سعد سمير قبل بدايه المباراه كان قبل سوري قبل بدايه المباراه كان متواجد في الملعب بشكل جزئي، كان بيتمرن تمرين خفيف عشان بيستكمل العلاج الخاص بيه، بعد اثناء التدريب الرئيسي نزل سعد استكمل برضه تدريبه بجري خفيف حوالين الملعب، لكن اظن ان سعد سمير معاه اسبوع ويبدا يشارك بره المباراه خلاص. بره بالنسبه لعمرو السولية برضه نزل النهارده كان ليه ظهور في التمرين الرئيسي ولكن مش بشكل رسمي، كان برضه منفصل امير في راح الملعب بشكل خفيف، بعد كده كان في بعض التدريبات اللي هي الخاصه بالتقويات كانت مرتبطه بيه مع الجهاز الطبي. برضه هكلمك عن نجيب رابع جلساته اليوم، كان اهمها تقويات على رجل الشمال اللي اصيب فيها في مباراه حريه كوناكري هناك، تمام. دخل بعدها في جلسه حمام السباحه معاه ثلاث اسابيع ويبدا يشارك بشكل جزئي، ثم بعد كده يبدا يشارك بشكل رسمي في اساليب والمران الرئيسي. ميدو جابر شارك برضه بس على استحياء بشكل خفيف برضه امير، لسه برضه اعتقد هيكون مش بعيد عن حضوره. ما شاركش خالص في التدريبات في اي فقره من التدريبات؟ نعم ما شاركش، لا كلهم يا امير موجودين ولكن بيتمرن بشكل منفصل. انت هو كان بيقال ان ميدو اقرب شويه. لكن لسه لحد الان طبعا برضو بعد التمرين، لان التمرين اللي شغال امير ممكن بشكل نهائي اعلنها في القايمه، اكيد طبعا في مدربات مع الزملاء، لكن لحد الان انا شايف ان ميدو بعيد ان هو يشارك في مباراه القادمه. اما بالنسبه لاندريه كان في ظهور النهارده جديد، ده كان مفاجئ بالنسبه لنا، بدا يكون موجود بحنان لو شفت خلاص خرج بقى من حالته في تحسن مستمر. الحمد لله بدا يظهر النهارده اتمرن تمرينات مفصله وجزئيه خاصه بيه، لكن طبعا احنا سعداء، لكن هو معاه لسه وقت برضه غير عشان يكون صراحه. طبعا التدريب لسه شغال، بعض التدريبات طبعا مش هنتكلم عليها عشان المنافس، تدريبات متخصصه خاصه بيه اللعيبه اللي هتشارك ان شاء الله. طب كلمني يا احمد عن الحاله المعنويه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي وهم خلاص مقبلين على مباراه مصيريه في بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتاكيد عاوز اروح معاك للحاله المعنويه زادت قوي بوجود الكابتن الخطيب، الكابتن الخطيب متواجد النهارده. متواجد لمتابعه التمرين المرن قبل الاخير ويتابع التمرين من خارج الخطوط، وكان عاوز اقول لك ان اللعيبه كمان جديه كبيره جدا، وانا شايف قدام عيني تنافس شرس يعني اللعيبه بينها وبين بعض، مباراه كبيره جدا داخل التمرين بيلعبوا جديه جدا كل التعليمات اللي بيقدمها مثل الكابتن ومساعديه، عاوز اقول لك كل الحماس كل التركيز والثقه باينه قوي على شكل لعيب. تمام احمد الخط قطع يا جماعه؟ ماشي. طيب الخط قطع مع احمد كوان مرئيس قناه النادي الاهلي، يعني اعتقد استاذ علاء طمنا بشكل كبير جدا على الفريق، لكن الاصابات هي واضح ان الاصابات